مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحبوا معي اليوم بمستر نضال صاحب سمارت موف للسيارات. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك يا استاذ. الله يسلمك. اهلا فيك مستر نضال. حابين نعرف اكتر عن حضرتك وامتى بدات تاسيس سمارت موف؟ والله سمارت موف صارها في 6 شهور معي، بس طبعا المحل صار مؤسس في 2 سنين. الحمد لله الامور تمام. اخذناه اشتغلنا فيه من 6 شهور. المحل الحمد لله تطور خلال 6 شهور هاي، على ادارة ثانية بالوضع الثاني والشغل الثاني، والامور اوكي يعني. طبعا التميز هو مشي مع موضوع الاهتمام بالزباين، بالستاف اللي عندنا، بالترتيب، بالشغل، بالمصداقية. أكيد أكيد. بالشغل. كنت أسأل حضرتك طبعا عن سر التميز أو أي الخدمات اللي بتقدمها هنا في سمارت موف. سمارت موف عندنا غيار زيت، عندنا غسيل كامل، عندنا انتيريال، في عندنا بولش، في عندنا اكسسوارز، طبعا اول تشينج كمان. طبعا في ندخل كل فتره وفتره بندخل شغلات جديده زي السيراميك، نانو سيراميك، شغلات هذه جديده عم ندخلها لقدام. كل فتره وفتره بندخل شغله جديده لقدام. طبعا اهم شيء شو يكون ناقص للسوق، شو ناقص للشغل بندخله معه، فبتطور الشغل قاعد كل يوم يعني احسن من اليوم الثاني قبله. اكيد اكيد. الحمد لله. مستر نضال، حابين نعرف طبعا سر تميزك. والله اهم شيء ان يكون صعب مصداقيه مع العالم، مع الناس يعني، مع الزباين، مع الناس كلها، مع الشركات. اهم شيء كمان انه انت تكوني صادق مع نفسك، يعني اهم شيء هذا الحكي قبل كل شيء. بعدين مع نفس الاستاف اللي يكون معك لازم يكون الاستاف نفسه يكون شغال كانه محل له او الشركه له. بلس انه رضا الزبون الكاستمر لازم يكون يعني راضي 100%، ما لازم يطلع من هون، لازم يكون راضي 100% على الموضوع او الخدمه اللي اخذها، وعلى اساسه بتطور الوضع. اكيد طبعا. مثلا حابين نعرف عن نظرتك المستقبليه بالمستقبل ان شاء الله. والله ان شاء الله قلت لك في بدنا نفوت على السيراميك وعندنا السيراميك والشغلات هاي، في كمان بدنا نوسع المحل، ناخذ كمان محل ثاني ان شاء الله. ففي المخطط هذا يعني ان شاء الله من هون لشهرين زمان ناخذ لنا كمان شغله ثانيه، والحمد لله الامور تمام ان شاء الله. لقدام احسن ان شاء الله. ان شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. الله يسلمك. ميرسي. مثلا النضال طبعا احنا افضل بلد هنا بالامارات، مش هنتكلم طبعا عن عمده الامن والامان هنا موجوده كل الوافدين. ازاي ده قدر يساعد حضرتك انت تستثمر هنا بالامارات؟ انا الحمد لله طبعا وبالامانه انا صار لي بالبلد هاي 11 سنه. انا عندي شركه ثانيه تكنيكال سيرفيس كمان صيانه وشغلات هاي، بس بالامانه لو تحكي لي ارجع على بلدك ما برجع بلدي، بضل هون لانه الوضع كثير لانه في معامله انسانيه هون، في هيومن بيعتبروك من واحد من بلاد البلد بغض النظر على اي شيء، انت بامن وامان وكل شيء عندك موفر لك. فبالعكس البلد كثير حلوه وكثير بتجنن، انا من الناس اللي كثير فخور فيهم يعني. وطبعا انا بالنسبه للاردن كمان فخور فيها كمان، بس طبعا يعني عندنا امن وامان كمان بالاردن، بس برضه هون امن وامان اكثر من الاردن كمان. وطبعا كل شيء سيف، البنوك سيف، الوضع سيف، الناس حتى المعامله مع الناس كثير كويسه، والناس اللي هون اغلبها 99% يعني ناس كثير كويسه يعني، الا ما رحم ربي يعني. نعم اكيد. واكيد لو ما فيش سيف حضرتك مش هتقدر تفتح يعني. اكيد شو لا كثير ناس دائما، حتى في ناس كثير بتيجي بتحكي معي بشجعهم يشتغلوا هون، لانه البلد فيها قوه شرائيه، فيها حركه، عندك على مدار العام انت في شغل، ما فيش عندك شغل صيف او شتاء، عندك على مدار السنه كامله، فيش اول السنه واخر السنه، فيش رمضان، فيش عيد، بالعكس الموضوع دائما متكامل يعني. نعم اكيد. الحمد لله. الحمد لله. شكرك كثير مستر نضال، شكرا لوجودك معنا بالبرنامج. الله يسلمك. بالاخير حابين نقول للساده المشاهدين ازاي يقدروا يتواصلوا مع سمارت موف. سمارت موف كار ووش موجودين في صناعيه 2 راس الخور، موجود طبعا على الابلكيشن على جوجل ماب.
سمارت هوم كاروش عربي او انجليزي ما توصل عنا سهل كثير. التليفون كمان موجود على واي شيء احنا اي تواصل موجودين. كمان في عنا انستغرام كمان سمارت هوم كاروش. شكرا الله يسلمك شرفتونا. مشاهدينا الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله.